السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في صوت إن شاء الله؟ في صوت إن شاء الله؟ نعم، في صوت. يتقطع ولا كذا ثابت؟ إن شاء الله ثابت. الله يجزيكم الخير. تمام، نبدأ إن شاء الله. أنا أتوكل على الله لأنه الوقت يعني قصير شوية، فإحنا إن شاء الله نحاول نستغل كل دقيقة وكل ثانية إن شاء الله ما بعد إن شاء الله. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا تمام، أنا خادمكم، اسمي أنيس كوتي، أنا أحد الطلاب في الحوزة المهدوية المباركة على الإنترنت، ومتولد بريطانيا وساكن بريطانيا تقريبا طول العمر. سافرت شوية خارج بريطانيا لكن تقريبا معظم جزء من عمري في بريطانيا، ودرست العربية قبل سنوات يعني في المدارس الإسلامية، والآن طالب العلم في الحوزة المباركة. وإن شاء الله أنا عندي شهادات مختلفة ومتنوعة، وعندي أحد الشهادات اللي عندي تعليم الإنجليزية، يعني اسمه IELTS. IELTS إيش؟ IELTS هو تعليم الإنجليزية كلغة ثانوية. كلغة ثانوية يعني معناه أنا أستطيع أعلم الناس الإنجليزية، ناسهم يعني لغتهم الأم غير الإنجليزية. هذا هو المعنى من IELTS، English as a second language. English as a second language. تمام، IELTS. فتمام، نبدأ إن شاء الله. كل واحد جاهز؟ الكيبورد واللوحة جاهزة إن شاء الله؟ اللوحات عندكم جاهزة؟ تقدرون تكتبون؟ تمام، فأنا أكتب حرف وأنتم تابعوني إن شاء الله. تمام، يلا let's start. بس قبل البداية بس لازم نتعود على بعض الكلمات الإنجليزية بسيطة، يعني على سبيل المثال let's start، يعني هيا نبدأ، هيا نبدأ. تمام، أو نتوكل على الله، نتوكل على الله. Let's start. Let's go. هيا نتحرك. تمام، Let's go. Okay, let's start. Okay نفسه. Okay بالعربية تقريبا نفس الكلمة. Okay أو هكذا. Okay. تمام. إذا أقول لكم repeat يعني repeat، أعيد أو أعيد. تمام، أوكي let's start إن شاء الله. أول حرف إن شاء الله نبدأ ب small case، يعني حروف عادية، أي مو هذا، نريد هذا العادي. تمام، فهذا حرف A، اسمه A. كل واحد يعني حاول تكتب نفس الحرف، ممتاز. اي، واذا تريدون يعني تنطقون على المايك مو مشكله، والله ما عندي اي مشكله. اي اسمه اي، ايوه ممتاز، لكن النطق النطق يعني مثل اذا اقول لكم هذا الف والنطق او الصوت الف وصلت الفكره؟ تمام، فاكتبوا اي وانطقوا اي او هذا اي وانت انطقوا تمام لما نقول انطق نطق الحرف نسميه يعني في اخوة هم ما يعني ادخلوا في المحاضرة، جزاكم الله خيرا. أيوة، حرف صغير، حرف صغير small case، نسميه small case هكذا، حرف A ونطق تمام.
و small case. ممتاز تمام. سهل إن شاء الله. وكلمة تبدأ بحرف A على سبيل المثال apple. حاولوا تنطقوا معايا وياي apple. ممتاز apple. لاحظوا ال L مفخم مثل لما نقول الله نفس ال L apple. لاحظتوا apple مو apple 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 أيوة apple هكذا apple. كل واحد يحاول ينطق فيقولون بالإنجليش A for apple. A for apple. Apple. ممتاز. في واحد ثاني يريد يكمل لأنه بس واحد يتكلم. A for apple. حاولوا النطق. Try to say it. A ممتاز. A for apple. Apple. تمام. ممتاز. في أحد غيرك يريد ينطق و الميكروفونات شغالة ولا مش شغالة؟ ممتاز. اكتبوا A and say أو قولوا A for apple. في أحد؟ تفضل تفضل. لا تستحيوا يعني بس بكل صراحة ومش لبساطة يعني openness. انطقوا على المايك مو مشكلة. تفضل. A for apple. تمام. الحرف اللي بعده B. نقول letter B لكن النطق ب. نفس الشيء إذا تقول ب لكن النطق أو الصوت ب هكذا. أيوة. الأ هو هكذا والب هو هكذا. أه ب. لكن letter اسم الحرف هو B. يعني نقول هكذا letter B. هكذا هو النطق B. لكن the sound الصوت هو مثل ب. وصلت الفكرة؟ اللي بعده على سبيل المثال نفس الشيء B يعني النحل. B بالإنجليش كلمة معناها النحل. نحل بي. أيوة بس نفس الشيء. ممتاز. بس إيش إذا أكتب هذا إيش أنا كتبت هنا ما هذا ما هذه الكلمة. أي ممتاز. شوف بسم الله best ball. ما شاء الله ممتاز. لاحظتوا كل واحد يحاول ينطق ب ينطق بول بست وال ال ال بست. ممتاز. ال ال في بول نفس ال ال اللي في ابل مفخم. بول لاحظتوا بول كذا مفخم فول بول. ايوه صح بول. سهل إن شاء الله صح؟ للآن سهل. سهل إن شاء الله. ممتاز. اللي بعده بعد اسم هذا الحرف C لكن الصوت يختلف أحيانا ينطق مثل ك أحيانا النطق أو الصوت مثل ك أحيانا الصوت مثل س. ايوه صح. على ايوه على حسب الكلمه. على سبيل المثال هذا هنا مكتوب استاذ ام رضا كتبت كان. هذا نقول كان ننطق كان. لاحظوا فيه اخراج الهواء شويه لما تنطق ك. كان تمام. كان كات. ممتاز. يعني كان يعني هو يعني إذا تشتري كوكاكولا وكوكاكولا في إيش
العلبة الحديدية هو كان. تمام، كان كار، سيارة. very good، ممتاز. كا أيوة، بالإنجليش في بريطانيا يقولون كا، كأنك قلت كا هكذا، لكن بالأمريكية يقولون كار، عندهم لهجة مختلفة شوية. أي نعم، تمام، سهل إن شاء الله. كول حاولوا أيوة تفضل. كول أيوة، بالإنجليش لا ينطقون، لا تلفظون، لا يلفظون الآر، هم يلفظون في أمريكا. في أمريكا يقولون كار، بار، ستار. في بريطانيا لا، هم يقولون ستار، يعني كا. لكن إذا أقول كار سيارة، صح؟ كار يعني سيارة. لكن إذا أقول لكم كراب، أنا أعتقد كراب سرطان، صح؟ سرطان يعني حيوان بحري. كراب، كراب أيوه كراب كراب. سرطان لاحظوا الآن، لاحظوا إذا أقول لكم أو إذا أكتب هذا اللفظ، لاحظتوا كيف أنطق هذا؟ هذا في البداية كان، لكن النص الثاني س، كانسر. كانسر يعني المرض، كانسر سرطان. أيوة، لفظ آخر سيلينج، معنى سيلينج سقف. سيلينج أيوة، عندهم قاعدة في إنجليش، عندهم قاعدة يقولون إذا يجي السي قبل الإي فعادة يلفظون س، إذا ما في إي مثل كان، لاحظوا كانسر، لاحظوا السي الأول كأنا، صح؟ كان، والسي الثاني بعده ايش؟ اي، فيلفظون س، كان س. واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله واضح. بعد ايوه نعم، لاحظوا يعني نحن نقدر ان نقسم لفظ كانسر إلى جزئين. تمام، إذا أكتب هكذا الجزء الأول والجزء الثاني، لاحظتوا؟ شوف الفرق، لاحظوا الفرق. الجزء الأول فيه سي بعد أي كأ، لذلك نلفظ الجزء الأول كان، والجزء الثاني لأن السي يجي قبل إي، يعني في إي بعد السي، لذلك يلفظون الجزء الثاني س. بالأمريكا ممكن يقولون كانسر، لكن في بريطانيا يقولون كانسر، كأنك تقول كانسر. لاحظ أنا حاولت التلفظ بحروف عربية، إن شاء الله وصلت الفكرة. مثال آخر للسي، لما يلفظون يعني مثل السين، سيريبرال. إيش معنى سيريبرال؟ سيريبرال يعني متعلق بالدماغ، سيريبرال. كل واحد حاول يعني ينطقوا، يعني إذا أنتم جالس في غرفة حاولوا تنطقوا معي، تلفظوا نفس الكلمات معايا. تمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيريبرال، ف سيريبرال، سيريبرال هو هكذا بالعربية، يعني إذا أبدل أو أحول، أحاول أحول بحروف عربية، سيريبرال متعلق
متعلق بالدماغ cerebral. بالدماغ تمام cerebral. cerebral cerebral ممتاز well done ممتاز cerebral. ولاحظوا ال R بال بال ال R بال بالعربية بالإنجليش معلش مو يعني يختلف من ال R بالعربية. بالعربية كذا يعني را را صح في تكرار شوية. بالإنجليش لا الآن لا أول كان الآن لا هو بس ر ر يقولون ر هكذا فقط حرف اي اذا جاء بعد اي. هذا يعني القاعده العامه لكن هناك كما تعرفون في كل اللغه هناك شذوذ يعني مو شذوذ معليش يعني شاذ يعني حرف شاذ او كلمه شاذه يعني او نادر يعني شيء يخالف القانون قصدي تمام. على سبيل المثال هذا شو لاحظوا هذا اللفظ Celtic Celtic والنطق هكذا Celtic ممتاز. إيش Celtic؟ Celtic شعب أو نقول Celt. Celt اسم للشعب الساكنين في إيرلندا اللندا يعني في الزمن القديم أو هم حتى للآن يعني حتى الآن هم يسمون أنفسهم كيلت كيلت. لكن لاحظوا في سي وبعده إي ونلفظ ك صوت ك لاحظتوا. فهكذا يعني في كلمات تخالف القانون العام يعني القاعدة العامة تمام. وصلت الفكرة إن شاء الله ما شاء الله ممتاز. بعد عندنا دي دي شو 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 استثناء أيوة استثناء شواذ أيوة استثناء شواذ دي أي والنطق ده وده شوية يعني يشابه الدال شوية لكن مو هو قريب متقارب من دال لكن مو نفس الحرف ده ده. فبعض الكلمات اللي تبدأ بالدي على سبيل المثال dog. هل أي واحد يعرف إيش اسمعنا dog؟ deer أي ممتاز well done deer. dad أي ممتاز dad أي ممتاز. dog means كلب yes dog is كلب. doctor ممتاز well done. هل أحد يعرف ما هو الفرق بين دكتور doctor بالإنجليش ودكتور بالعربية؟ هل أحد يعرف الفرق؟ أيوة دكتور بالإنجليش عادة طبيب عادة اسم معناه طبيب لكن كما عندنا دكتور اللي يكمل دكتورات في الدراسة نفس الشيء بالإنجليش دكتور نفس الشيء بس يقولون الدكتور medical doctor أي دكتورات الطبيب medical doctor يعني دكتور طبيب أو دكتور طبي دكتور طب أو هكذا تمام. وإذا يقولون دكتور يفهمون medical doctor يعني هو في العرف يفهمون طبيب. لكن إذا تقولون doctor of physics doctor of physics يعني دكتور في الفيزياء صح دكتور في الفيزياء. هل هناك سؤال أو كل شيء واضح إن شاء الله؟ هل أحد يريد يجي إلى المايك ويراجع بعض الحروف بعض الكلمات بلا زحمة يعني أي واحد ولكم فائدة يعني فائدة الممارسة.
كلما تمارسون تعيدون نفس الشيء إن شاء الله تصبحون متمكنين أكثر وأكثر إن شاء الله. نبدأ يعني نتوكل على الله، نمشي للحرف اللي بعده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نتطرق إلى الحرف اللي بعده. تمام أوكي. بعد دي عندنا إن شاء الله، ممتاز. عندنا إي، يعني اسم إي لكن النطق أه أه، لكن لهذا الحرف توجد طرق للنطق، طرق مختلفة. تمام، على سبيل المثال نبدأ بلفظ سهل، ممتاز. egg very good good example، ممتاز جدا ممتاز. egg يعني بيض. اي لا ايوه ممتاز. لاحظوا فرق، الفرق بين egg و email. لاحظوا اه و اي. وبالعربية كيف نكتب email؟ هكذا صح، email. وكيف نميز بين اللفظ اللي نلفظ بأه وبإي؟ هو بس سماعي، فقط سماعي. حتى بعض الناس يعني توجد لهجات حتى في بريطانيا، تمام، لهجات. يعني ممكن هناك شخص يقول الإي بطريقة، وثاني يعني يلفظ نفس اللفظ بطريقة أخرى. لكن لما يجي مثال إن شاء الله أوضح أكثر. لكن ما شاء الله تبارك الله، إيج يعني بيض وإيميل، إيميل هكذا إيميل. واضح إن شاء الله، ممتاز. إيش هذا اللفظ؟ Elephant يعني فيل. ألف، ممتاز. لاحظوا هنا elephant، في ناس يعني أكو ناس يقولون elephant، يعني كأنهم يقولون لا فنت. وهناك ناس يقولون إليفانت، كأنهم يقولون هكذا. لاحظوا يعني في لهجات، لكن أهم شيء في البداية هو إليفانت. إليفانت أو إليفانت، الاثنين صحيح. لاحظوا، واضح إن شاء الله. الكتابتين لا، أنا اللفظ الصحيح هو هكذا ELEPHANT، وهذا أنا فقط كتبته لتوضيح، يعني توضيح اللهجة elephant. أيوة، يعني كأنهم يقولون هكذا، كأنهم يلفظون هكذا، لكن اللفظ الصحيح هو هذا هو اللفظ الصحيح. لاحظوا، ولاحظوا في الوسط، في وسط هذا اللفظ ال P وال H، PH. اي ممتاز ممتاز. لا هو هذا، اعتقد هذا ف بالفارسيه، وهو ف يعني يشابه او يساوي ف. البي والاتش، بي ان اتش ايكوالز اف ان انجلش. تقرا اي، ممتاز، ويل دن، ممتاز. تمام نكمل، ما شاء الله احسنتم جميعا. بعد عندنا اف، اسم الحرف F، أوكي، اسم الحرف F، لكن اللفظ كأنك تقول ف، ف، أي ممتاز، foot، ف، ف، ممتاز، very good, very good، foot، feet. إيش الفرق بين feet و foot؟ أحد يعرف؟ Does anyone know? Foot. أي نعم. أي ما هو الفيت؟ أي جمع، ممتاز، جمع.
جمع ممتاز ممتاز. وهذا هذا من ضمن باب الجمع بالإنجليش، يعني هناك طرق أكثر من طريق ليش لنأتي بالجمع بصيغة الجمع. ممتاز. فنكتب واحد واحد flower يعني ورد، لا مو وردة، وردة rose زهرة. flower is actually أيوة زهرة هكذا. الورد هو rose، يعني يعني ترجمة رسمية. أي نعم. food الطعام أو الأكل. وهل أحد يعرف ما هو معنى feed؟ feed food بشكل عام هو طعام، تمام. feed وقود، لا مو وقود، ليس وقود، مو وقود، لكن أعطيكم مثال. feed إذا عندكم data بيانات وأنتم ترسلون هذه البيانات لمكينة أو أيوة مكينة، المكينة التي تستهلك هذه البيانات، أو إذا عندكم حبل، حبل وتعطوا هذا الحبل إلى مكينة، أو يعني تدخل هذا الحبل في مكينة التي تلف تلف الحبل، فتقول you are feeding the machine، يعني كأنك تؤكل أو تغذي المكينة أو الحيوان، تطعم. أي نعم، تغذي أو تطعم، هذا معنى feed. هو هو يشابه فعل، يشابه فعل. أي نعم. لكن أحيانا يستخدم كاسم، أحيانا sometimes احيانا يستخدم كاسم، يعني كيف متى في السيناريو. اذا تطعم حيوان تقول animal feed. اي علف، ما اي نعم، قريب من علف. اي نعم صح، ممتاز، احسنتم، لاحظتوا الفرق. يعني food نستطيع أن نقول طعام بالشكل عادي أو على العموم. على العموم، تمام. وfeed كأنه علف أو قريب من علف. تمام، واضح إن شاء الله. بعد ممتاز. فيش سمك، فلاور زهرة أو فلاور. كيف نقول أزهار بالإنجليش؟ أزهار. ما هو ترجمة ل، ما هي ترجمة لأزهار؟ flowers. well done، ممتاز، well done. يعني بس تضيفوا حرف S في آخر اللفظ. لاحظتوا أول جمع لإيش؟ foot كان feet، وهنا جمع flower هو flowers. وإيش السبب؟ السبب لأنه في يعني لغة الإنجليش إنتاج من لغات مختلفة، ولحد يعني لحد الآن توجد آثار اللغة اللاتينية في اللغة الإنجليزية للآن، يعني لليوم، إلى اليوم. وإن شاء الله أنا أعطيكم إن شاء الله مثال بعد الحرف اللي بعده، بعد جي. الآن عندنا جي، تمام، جي. وكيف نلفظ هذا الحرف؟ نلفظه وننطقه ج، كأنك تقول ج.
لا يوجد قه بالعربية إلا باللهجة عامية، لكن يوجد وين؟ بالفارسية، بالأردية، أي وهكذا. قه، ممتاز. فممتاز، good، يعني جيد، جيد، ممتاز. garage، هذا مثال جيد جدا. garage، لاحظوا، يعني بالعربية نقول كراج، صح؟ كراج. لاحظوا في garage في ق في البداية وق في الجزء الثاني، في النص الثاني، لكن نلفظ الأول بق وثاني بج. وهذا الحرف يعني لخبط كثير ناس، وصراحة هذا اللفظ يعني لازم تحفظون المواضع اللي ينطق فيها بق وبج. مثلا glad، اي ما شاء الله، لفظ جيد. grow، grow يعني تنمية او نمو. نمو هو growth. orange، growth يعني شيء ينمو او مقدار النمو، growth. والفعل grow ينمو، واضح ان شاء الله. فلاحظوا ق، واللفظ آخر، أي هذا مثال جيد، أورنج، برتقال. لاحظوا أورنج كيف نلفظ أورنج؟ هكذا أورنج. لاحظتوا؟ وهل هناك قاعدة عامة للنطق هذا الحرف؟ في قاعدة، توجد قاعدة، لكن هناك الشواذ واستثناء على بشكل كبير. يعني على سبيل المثال، إذا أكتب هذا اللفظ، ما هو جاينت؟ يعني رجل ضخم، رجل كبير جدا، طويل. أنا أعتقد اللفظ العربي هو عملاق، صح؟ جاينت، جاينت. ولاحظوا هذا اللفظ girl، في جاينت أنا قلت ج، في girl يعني بنت أنا قلت ج. لذلك هو استماعي، يعني بعض الناس يقولون إذا يجي على سبيل المثال E بعد الجي فنلفظ ج. مثلا جيرونيمو، جيرونيمو هو اسم فعل، ممكن تقول اسم فعل. ايش معنى جيرونيمو؟ جيرونيمو يعني نتوكل على الله، هكذا يعني نتوكل على الله. اذا تقول بصوت عالي يعني بشجاعة، جيرونيمو معناه يلا بينا، جيرونيمو. لكن لاحظوا جيم، كما كتب الأخ حسين، الأخ أحسن خليف، game. فكل موضع استخدام G هو سماعي. game يعني اللعبة، صح؟ تمام، واضح إن شاء الله، وصلت الفكرة. general، ممتاز، good example. general، ممتاز، yes، yes وهكذا، yes. بعد عندنا H. ال H هو اسم الحرف، لكن كيف نلفظ H؟ ح. هل تعرفون حرف أو معليش لفظ يبدأ ب H؟ ممتاز حسين. بعد hand، ممتاز. تعرفون معنى hand؟ تدرون؟ hello، good example، very good. house هكذا، house هكذا، house، h o u s e، happy، ممتاز، يعني مبسوط. hi، yes، very good. hi، happy، yes. يد، hand، يد. و happy مبسوط.
Have. Yes, very good. Very good. ممتاز. فاسم الحرف H كأنك تقول H هكذا O H يعني كأن يعني لما تقولون عاشت أيديتش صح أيديتش H هكذا H أيوة تمام H very good very good hand hello إيش هذا اللفظ ما هو هذا اللفظ هايزن هذا لفظ heaven أيوة نعم heaven أو ممكن تقول ممكن تلفظون هكذا ها heaven هكذا ها ها يعني والمعنى أحد يعرف المعنى هل هناك أحد يعرف جنة الجنة الجنة hair يعني شعر هل أحد يعرف معنى هذا اللفظ أي نعم heaven الجنة هل أحد يعرف معنى هذا اللفظ هل أحد يريد يجي على المايك وينطق هذا اللفظ نعم لكن هذا هيل هيل يعني مواد غذائية صح مادة غذائية لكن صحيح إذا القصد من هاي لام النطق فصحيح لكن انتبهوا من ال L هو نفس ال L اللي في apple وball hell hell هكذا أي ممتاز hell hell وصلت الفكرة إن شاء الله يعني مفخم مفخم L full L they say full L full مفخم وصلت الفكرة إن شاء الله ممتاز help نفس الشيء help 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 مساعدة ساعدوني ف hell يعني جهنم وhelp يعني مساعدة أو help كأمر صيغة أمر يعني ساعدوني هكذا ساعدوني help الإنقاذ وها ساعدوني واضح إن شاء الله نكمل good so far so good so far so far so good يعني للآن كل شيء تمام كل شيء واضح إن شاء الله تمام well done ممتاز بعد عندنا E F G H I we have now we have I عندنا I يعني اسم الحرف I لكن النطق إيه إيه عادة by default الأساس هو إيه هل عندكم أمثلة ل I I'm very good this is a very good example I'm. يعني هذا مثال جيد جدا ما I'm. معنى I'm أنا نعم لكن أنا مع الربط بين المبتدأ والخبر يعني إذا أقول I'm hungry معناه أنا جوعان يعني هناك ربط بين المبتدأ الموضوع والمحمول صح؟
كما يعني نتعلم بالمنطق وبالنحو. الجو أنا وأنا جائع، يعني I'm يعني أنا مع الربط، تمام؟ وI يعني أنا، هذا هو مجرد I معناه أنا. وبعد ice، أي ممتاز ice، very good. ثلج، هذا فهمك لفظ الثلج ينطق على شيئين بالإنجليش، ice و snow. آيس يعني أي مثلج، أي نعم. و مثلجات و... أو أي نعم مثلجات. والسنو هو يعني يختلف، هو مثل بودرة، يعني مثل بودرة إذا وصفه، مو جامد مثل الآيس، هو شوي يعني نعم ناعم شويه، soft. شرا واضح. اي بعد ignorance يعني جهل. ignorance جهل. فهنا I was reading a story last week. Very good. Which story? أي قصة؟ Yes, I was. ممتاز. ولاحظوا في I am يعني أنا مع الربط. I am hungry. تمام. في I'm hungry. هناك I'm hungry. نفس الشيء بس مخفف. تمام. The happy man. في ويوجد I is the boss. وهذا طريقة جديدة يعني بالإنجليش، يعني هذا شيء جديد. هذا يعني I is هو خطأ بالحاض إلى قوانين الإنجليش، لكن يمشي يعني هذا. هكذا نلاحظ في المجتمع، ناس خاصة الشاب الجيل الجديد يستخدمون هذه الكلمات، يعني مخالفين للقانون، خلافا للقانون. I is the boss. فيعني لازم تكونوا جاهزين لأي شيء. الطريقة الصحيحة هو I am على سبيل المثال hungry، أو I'm hungry، أو I'm سلسبيل أحمد. تمام. لكن في ناس، هناك ناس يخالفون القانون. تمام. نكمل بعد I. إنك، ما معنى إنك؟ سهل إن شاء الله. أي حبر. ممتاز. Very good. ما معنى إنك بوت؟ يعني الطريقة الصحيح هو I am hungry، أو I'm، هذا صحيح I'm hungry. لكن إذا أحد يقول I is hungry، is لا يجي مع I، is يجي مع he is hungry، أو she is hungry. لكن في هناك ناس يقولون I is hungry يعني عادة هم شاب، يعني قليل في العمر، ويشاهدون الأفلام، ويعني عندهم أفكار يعني يخالفون قوانين، أو يدخنون كثير، أو إلى ما إلى ذلك. يعني في عمرهم يريدون إيش؟ مخالفة القانون، مخالفة المجتمع. فمن هذه البيئة I is نتج تركيب I is. وصلت الفكرة إن شاء الله. تمام. بعد I ممتاز آيس كريم. بعد I J. الآن عندنا J. A B C D E F G H I J. هذه كم؟ 10. تمام. إن شاء الله نحاول نكمل نص الأبجد إن شاء الله.
بعد الجي small جي هكذا جي واللفظ ننطق أو نلفظ اللفظ هكذا ج جب جب لا جب لا يوجد جب لكن جست صحيح. ما معنى جست؟ جست له معاني فقط ومعنى معنى آخر. هناك معنى آخر. ما هو ما هذا هذا التركيب الإنجليش؟ دولة العدل الإلهي. دولة العدل الإلهي. الإلهي. إن شاء الله نتطرق إلى كل جزء واحد واحد. دولة التفتوا شوية دولة state تمام العدل justice لاحظوا justice الإلهي divine تمام دولة العدل الإلهي كيف نقول بالإنجليش the state of divine justice يعني مضاف مضاف إليه يجي ما يجي بنفس الطريقة اللي بالعربية يجي هكذا something of something يعني المضاف هو يجي أولا وبعد يجي of The state of divine. دولة بعد العدل الإلهي مصوف صح؟ صفة ومصوف نعت ومنعوت. ف justice هو العدل. justice يعني عدل. واضح إن شاء الله؟ Hey, the state of divine justice, very good. Hey, تفضل تفضل. واحد واحد إذا تريدون تفضلوا يعني في أي وقت. تفضلوا على المايك. بسم الله. تفضلوا أي واحد يريد يلفظ على المايك تفضل. State of divine justice. The state of divine justice. The state of divine justice. Mumtaz, yes, very good. Mumtaz, صح The state of divine justice. فإذن إذا نتطرق إلى هل هناك صوت؟ ممكن ما عندنا أنا ما أقدر أسمعكم يعني يعني أحد ممكن الأخوات زينة الخيقاني جاءت على المايك ولكن ما كنت أقدر أسمع صوتها طيب مو مشكلة فإذا أقول لكم الآن ما هو عادل بالإنجليش عادل just لاحظتوا just just يعني فقط وجست يعني عادل الله العدل او الله العادل يعني نفس الشيء الله is just سيد احمد الحسن عادل سيد احمد الحسن is just لاحظتوا وصلت الفكره ان شاء الله just وجستس وما هو justice معلش ما هو
العدل بالانجلش العدل عدل بالانجلش justice ايوه نعم justice يعني العدل بالانجلش ممتاز العدل justice وعادل بالانجلش justice ممتاز justice عدل the justice العدل اذا اقول the justice هو العدل اذا اقول justice هو عدل نكرة لاحظتوا you see justice اذا اقول just هو يعني عادل اذا اقول the just العادل او العدل كان يعني اسماء الله الحسنى يعني وصلت الفكره ان شاء الله معرف بألف لام صح نعم بعد EFGHIJK بعد عندنا K يعني اسم الحرف K اي ممتاز the just والنطق ك هو 100% مثل كاف ك ك والجي مثل جيم الجي كان بمقابل جيم وك بمقابل كاف وكي أي لفظ يبدأ بالكي على سبيل المثال كي very good جيد جدا كي يعني مفتاح وما هذا اللفظ كانت أيوة المفكر الأوروبي ممتاز وما هذا اللفظ كيتشن كانت إيش كان يقول كانت كان يقول كان يقول I think therefore I am صح أنا أعتقد هو كان يقول هكذا I think therefore I am يعني ثبوت وجودي هو أني أتفكر أيوة كيتشن مطبخ الدجاج هو تشيكن الدجاج هو تشيكن الدجاج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكيتشن يعني مطبخ هكذا واضح إن شاء الله ما معنى كين ما شاء الله لفظ جميل كيب وكين الاثنين يعني لفظين جميلين يعني ما معنى كيب وما معنى كين أي ممتاز حريص يعني كين very good هذا يعني ما شاء الله مثال جيد جدا وكيب معنى كيب حافظ أيوة يعني I keep إذا يقولون keep it with you يعني حافظ أو احفظ عندك أو خلي عندك كمان نقول خلي عندك أي ممتاز king very good خلصنا الكي حافظ أي نعم على هدوءك ممتاز خلصنا الكي IJKL بعد عندنا L اسم هو L والنطق ل ممتاز وهو تقريبا نفس الكلمة يعني يقابل اللام تقريبا يقابل اللام حتى باللهجة يعني إذا يقولون ball لا مفخم الله كيف نكتب الله بالانجليش
الله لا نسيت الاي في بداية اي نعم الله هكذا في اللام لمن ممتاز لمن يعني ليمون لاتيه يا ممتاز لاتيه بعد ما معنى هذا قهوة اين لينك ما معنى لينك اي نعم رابط ممتاز ممتاز جدا وما معنى ما معنى اللوى لوى لوى له معنيين A B C D E F G H I J K L خلصنا كم 12 باقي واحد ان شاء الله نراجع شويه لا لا هذا لا قانون لو قانون لو هكذا لو لكن لو اوطى والله اعتذر انا ما اعرف معنى الاوطى يعني قصدكم اذا اقول لو يعني تنزل شيء lower it نزلوا يعني الى السفلى او الى اسفل الى الاسفل اذا تنزل شيء الى الاسفل تقول يقولون lower it lower it وكالظرف لو يعني اسفل اسفل لو يعني the lower of the two اذا نقول اذا نضعه في جمله نقول the lower of the two يعني اسفل اسفلهما او الاسفل منهما هكذا بينسي الصوت او الله يستر الان كيف الصوت الان الان كيف الا انخفاض او معليش يعني lower the voice lower your voice صح معناكم يعني قصدكم هكذا ينسي الصوت اي نعم lower your voice اي نعم انخفاض انا فكرت انتم تقولون ان صوتي منخفض شويه اي نعم lower your voice اي نعم labor contract ما شاء الله انتم متقدمين يعني labor contract اي ممتاز labor contract عقد عقد توظيفي او عقد العمل اي نعم عقد العمل والمحامي كيف نقول محامي بالانجليش هكذا lawyer اي ممتاز well done ممتاز جدا احسنتم جميعا ما شاء الله بعد A B C D E F G H I J K L بعد عندنا M اي ممتاز السد اي بعد عندنا M نقول M لكن اللفظ ما 100% يقابل الميم اي نعم maybe ما معنى maybe اي ربما صح لكن maybe يجي في جواب السؤال اذا واحد يقول اذا احد يسالك will you go for Hajj this year? هل أنت ستزور أو ستحج هذه السنة؟ والجواب maybe تمام maybe إذا أحد يقول maybe I will ربما سأفعل ذلك واضح إن شاء الله هناك في بريطانيا
دولة يعني دولة في المملكة المتحدة واسم هذه الدولة سكوتلاند. تمام. في سكوتلندا يقولون maybe no يعني ربما يعني مو ربما يعني ربما أفعل وربما لا أفعل. لاحظتوا؟ أيوة ربما أفعل وربما لا. يعني I يعني yes بلهجتهم. I يعني yes I maybe I maybe no ربما أفعل وربما لا. ممتاز ممتاز. ماجازين ومترو. تعرفون لفظ مترو؟ نعم مترو. لكن في بريطانيا مترو يجي كجزء من مركب. يعني مثلا مثلا مترو ترين. نعم قطار. القطار الذي يسافر بين المدن مترو ترين أو مترو بس. يعني الباص الذي يعني يسافر بين أو يمشي بين المدن سيارة. أي نعم هو أنا شفت مترو بس في سويد. لما سافرت إلى سويد أنا شفت مترو بس هناك. وفي بريطانيا عندهم مترو بس لكن لا يستخدمون كثير مترو بس. وأيضا متروبوليتان. متروبوليتان هذا اسم مجلة. مجلة توجد في بريطانيا متروبوليتان. تمام واضح إن شاء الله. ان بس خليني دقيقة. اي نعم magnificent. كيف استفدتوا اليوم؟ احد يريد يجي على المايك ويراجع؟ يعني المايك لكم. يعني انا اريد ما شاء الله تبارك الله اسمع صوتكم على المايك وتراجعون وتمارسون. يعني بلا زحمة و أي وقت تريدون يعني anytime هو أفضل. أي نعم تفضل 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 يا أختي. يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. هي بخصوص ال مجلة ماجازين. ماجازين ماجازين هكذا ماجازين ماغ ممكن نقول ماجازين هكذا شوية. تفضلوا أختي فاطمة. يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. هي بخصوص المفردات يعني أفضل لو قبلها بيوم مثلا تنزلنا فد هواي مفردات وإحنا نحفظهن وتجون انتم تسمعونا يعني تشوفون لفظنا ترجمتنا يعني احنا هم نبحث على الترجمه مالتها. يعني هذا صراحه ما اقدر اسمع صوتكم يعني ما ادري ايش السبب. اخواني صوتي واضح سمعوني؟ صوتها واضح والله بس صراحه ما اعرف ايش. مش ممكن مشكله عندي في السماعه تحضير قبل الدرس. ولا أن سمعون إن شاء الله. بس علي. نعم أستاذ ممكن صوتها واضح. ممكن مشكلة عندي. ممكن أعتذر يعني ممكن عندي مشكلة في السماعة. ممكن
تمام تفضلوا اعتذر. أقرأ الكلمة مترجم المعنى. أقول نحضركم كلمة قبل الدرس كواجب. أي نعم أعطيكم واجب، يعني تريدون واجب. الواجب إذا يعني أقترح الواجب، ما هو الواجب؟ يعني للآن إحنا خلصنا ما شاء الله، يعني اقتراح جيد، يعني خلصنا من من أي إلى آخر حرف كان M، صح؟ M. فالواجب ما هو الواجب؟ أنا أكتب بالإنجليش علشان تتعود شوية. A to M. Write one word and and pronounce it into Greenwood. You pronouncing each letter and a word. A to M. تمام، هذا هو الواجب، يعني من حرف A إلى M. سجلوا أصواتكم، يعني تنطقون تلفظون الحرف، وبعد يعني تقولون لفظ وتترجمون. على سبيل المثال إذا كنت مكانكم، أنا راح أقول على المايك the letter A pronounced A. A for apple. Apple means تفاح. واضح إن شاء الله؟ وتسجلون وترسلون، يعني هذا المساء، مو مشكلة، لا تنتظرون إلى الأسبوع الجاي. ما دبرتم. تمام، أعيد، يعني وهذا كله موجود في التسجيل إن شاء الله. يعني أنا أريد منكم الشغل، يعني to work to practice، الممارسة والشغل. بالشغل يعني إن شاء الله تصبحون متمكنين. تمام، أعيد، يعني لكل حرف تقول هكذا. إن شاء الله نحاول نزود، بس هذا البداية يعني أستاذة فاطمة، يعني أول درس، وإن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور الأخرى من الحوزة وأموركم، إن شاء الله كذا مع مضي الوقت إن شاء الله يأتي، يعني تجي فرصة ليش درس ثاني إن شاء الله بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يساعدنا إن شاء الله، أكيد يساعدنا. هذا الواجب الأول، معلش أنا عندنا أسبوع كامل، عندكم واجبين. تمام، الواجب الأول وهكذا، يعني تسجلون أصواتكم وتقولون letter A, the sound is A, A for apple meaning تفاح. واضح إن شاء الله. بعد تقولون letter B, the sound is B, B for ball meaning كرة. سهل إن شاء الله. Letter C, the sound is K, the sound is K, C for ceiling meaning سقف. Yeah, أو تقولون letter C, the sound is cut. C for cat meaning hira or meaning tit أو بس. واضح إن شاء الله. يعني بس تحتاجون ممكن 7 دقائق، يعني أكثر شيء، أقصى الحد يعني. واضح إن شاء الله. والواجب الثاني، الواجب الثاني، أنا عندي طلب. أنا أعطيكم بعض الكلمات،
يحاولون الدخول في الغرفة الإنجليزية، الواجب الأول هو تسجيل صوتي، يعني أنتم تسجلون أصواتكم وترسلون هنا، هنا في نفس الجروب، تمام؟ تخورون هكذا. على سبيل المثال أنا أكتب لكم letter A. The sound is A. تمام؟ A for apple. تفاح. حتى هذا يكفي لكل حرف. Letter A. The sound is A. A for apple. تفاح. بعد تقولون letter B. Sound is B. B for ball. كرة. سهل إن شاء الله. خمس دقائق، ست دقائق. A for يعني المثال. أي نعم نعم. A for يعني A. مثلا مثلا أبل، يعني يجي لأبل. أي فور أبل، هكذا يعني يتعلمون في المدارس في بريطانيا. أي فور أبل يقولون أي فور أبل، بي فور بول، سي فور كات، دي فور درافت، إي فور إليفنت، إف فور فريدي، هكذا يعني. واضح إن شاء الله؟ سهل إن شاء الله سهل. حتى إذا تخطئون مو مشكلة. البريطاني ليش ما يصيرون عرب؟ إن شاء الله ربما في المستقبل الله سبحانه وتعالى يعني ينصب القائم هناك، وإن شاء الله أكيد يوم من الأيام إن شاء الله يتابعون الإمام عليه السلام السيد سلام عليه إن شاء الله. أي نعم مثال for example. For example صح. For example. تفضل القائم إن شاء الله. والواجب الثاني، عندكم واجب ثاني، أنا أعطيكم بعض الكلمات التي تستخدم في الغرفة الإنجليزية. أنا أريد منكم الدخول بالغرفة الإنجليزية على تليجرام، وفقط تستمعون، وكل مرة تسمعوا هذه الكلمات أكتب عدد واحد، يعني إذا تسمعونها خمس مرات تكتبوا خمسة، ست مرات ستة، سبع مرات سبع، تمام؟ والأسبوع القادم أو خلال الأسبوع أعطوني الرد، يعني أنا سمعت هذا مرتين أو هذا عشر مرات. أي ونعم الغرفة الإنجليزية للدعوة. وأي ما هذه الكلمات أحمد و جاستس، تمام؟ ايش بعد؟ بسم الله. اي نعم جاستس. وبعد اي بي سي دي ديفاين، تمام؟ يعني الهي. ديفاين اي بي سي دي اي، لحظه انا بس اكتب بالترتيب، لحظه بس. دي اي اف، في شيء باف، اف جي، جود، God، تمام؟ يعني الله. G-H، heaven، hell، U-G-H-I، injustice، تمام؟ أي ممتاز، أحسنتم. هذه الكلمة، تمام؟ كم مرة سمعتم أحمد؟ كم مرة سمعتم بسم الله؟ بس يعني أدخلوا وأجلسوا بس 10 دقيقة، ربع ساعة أكثر شيء، ما تحتاجون جلوس هناك وقت طويل. أكيد يعني تلاحظون هذه الكلمات مرتين، ثلاث مرات، خمس مرات، هكذا، تمام؟ أكتب لكم هنا الواجب الثاني. الواجب الثاني عدد كم مرة سمعتم هذه الكلمات في الغرفة
الإنجليزية في غرفة الدعوة، الدعوة المباركة على تليجرام. تليجرام تمام. سهل إن شاء الله صح؟ سهل إن شاء الله، أكيد أنتم يعني تكملون بسرعة، سهل جدا إن شاء الله. أنا بس كتبت هذا النص فين؟ الواجب الأول، أيوه هذا هو الواجب الأول، أثبت هذا فين؟ إن شاء الله أنا أسوي كوبي وأغير هذا شوية. example واضح إن شاء الله. تمام، جزاكم الله ألف خير، و الله يعطيكم العافية على اهتمامكم، وما شاء الله أنتم سادتي وساداتي يا أطهار، وإن شاء الله ننهي الدرس وأستودعكم الله إن شاء الله، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يوفقكم جميعا. تفضلوا. بس أنا أعتقد أن عندي مشكلة في الصوت، في السماع. أي ممتاز، from good hand، ممتاز صحيح. بس حاولوا يعني، على سبيل المثال أختي للأي تقولون letter A sound A for April، إبريل، هكذا سهل إن شاء الله. ولا تقلقوا حتى إذا أخطأتم في أي شيء، الغرض الممارسة، لأننا كم مرة نحن نتكلم ونخطئ. يعني A B C D E F G H I J K L M إلى N، يعني M، معليش M آخر حرف الذي درسنا اليوم. العدد شيء آخر، العدد هو مو لهذه ال A وال B وال C، العدد اللي إيش؟ لأحمد وبسم الله وديفاين وجستس وجاد وهيفن وهيل وإنجستس. تمام؟ أي نعم. وين أكتب؟ هنا في الجروب، يعني أرسلوا رسالة واحدة هنا، الرسالة الأولى مع تسجيلاتكم، ورسالة ثانية بس تكتبوا رسالة وتكتبون يعني أحمد، وتكتبون العدد أحمد 5 وجاستيس 6 وإنجاستيس 0 هكذا، يعني بس العدد أحمد 1 أو بسم الله 3 هكذا، يعني حتى بالعربية مو مشكلة، بس أريد تدخلوا الغرفة الإنجليزية علشان يعني تكون مساعدة للإخوان، الإخوة بالغرفة الإنجليزية، وتستفيدون كمان، يعني تستفيدون أيضا من الاستماع إلى يعني الكلام، الحوار هناك، وحتى تقدرون يعني قادرين على إيش؟ تمييز الكلمات بين الجمل. أي يعني هم عادة يفتحون الغرفة بعد ساعة واحدة، أعتقد ساعة 12 أو واحدة كل يوم، ويغلقون تقريبا الساعة 6 أعتقد، بس مو كلش قوية، أروح أترجم وأجي. أي نعم، لكن أختي لاحظوا أنا مو عربي، يعني لغتي الأم مو عربية، صراحة مو عربية، لكن اي نعم انا ما اعرف العربي من الصغر، يعني ابويا ما يعرف العربيه. هو ممكن يعني تعرفون من لهجتي، ممكن اتكلم وتركيب الجمله يختلف منكم شويه. وقت فتح الغرفه ساعه واحده، انا اعتقد واحده او 12 الى 6 بعد الظهر، يعني ايه قبل ظهر شوية. ممكن ساعدك اقترح شيء بما
تفضلوا أختي تفضلوا، بس ممكن عندي مشكلة في السماعة، لكن تفضلوا مو مشكلة. بس بعد تقريبا دقيقة ودقيقتين إن شاء الله ننهي ونقفل إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإن شاء الله أنا أوقف التسجيل، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليم كثيرا.